زي ما بقول يتبرمج. محمد تخلي اي راس حربه يلعب معاه صح، يتبرمج على اي نوعيه راس حربه. طبعا يتبرمج على راس حربه، راس حربه محطه، راس حربه بيتحرك في المساحات، ده صناع لعب نموذج. محمد اضيف لك حاجه اخرى لو تسمع، ان صناع لعب اخرين يعني المنتخب التونسي محظوظ لانه اثنين لاعبين ارتكاز صناع لعب في نفس الوقت معه. صح، اثنين سعدين بن عمر والفرجيري الاثنين يوصلوا الكرة، الاثنين يصنعوا في اللعب. معز انت قلت كلمه مهمه جدا، قلت معناها يوسف المساكني من افضل اللاعبين اللي موجودين. انا في المنتخب هذا ما نقدرش نقول واحد افضل من واحد لانهم كلهم قاعدين يلعبوا مستوى. فما لاعب كنا نحكيوا عليه مد علي حاتم تحت الهواء، سيام قاعد يلعب في مباريات كبيره، مباريات على مستوى عالي جدا معناها في الدفاع، ممكن من احسن مبارياته مع المنتخب. لاعب الارتكاز النجاز اليوم افضل بكثير من المباريات الماضيه، علي معلول يلعب في مباريات كبيره، معناها كل اللاعبين قاعدين يقدموا في مستوى. وحاجه ذكرناها احنا لو تتذكر قبل بداية المباراة وقلنا هي تكمن أول نقطة قوة المنتخب التونسي هو الثلاثي اللي وراء المهاجم اللي غيروا في الأماكن متاعهم. يعني ما تعرفش شكون في الجهة اليمنى، لما شفنا حاليا الصورة اللي جات يوسف المساكني يكون موجود في الجهة اليمنى في الجهة اليسرى ولا في الوسط مثل ما قلنا قبل المباراة. نفس الشيء بالنسبة للخزري ونفس الشيء بالنسبة للسليتي، وهذا يقلق كثير المنافس. يعني ما يقدرش يعمل محاصرة فردية، ما يقدرش يعمل محاصرة نتاع منطقة بتغيير المراكز وبنوعية اللعب متاعهم بالاوتوريتي التكنيك اللي موجودة عندهم، صعب على المنافس. حاتم يعني نبيل يتحدث هو محمد.